اسمي محسنة. انا المزارع محمد عزيز. انا زيد التربي. كريت ابي وجدتي هنا، ما بش معنا اي حاجه غير الزراعه. في الازمه كانت كل شيء صعب عندنا. المزارع هو التيزل، يعني عندما قطعوا التيزل خلاص قلنا ولا عاد معنا اي حاجه. الله التيزل هذا هو اكبر صعوبه كان عندنا. كنت سابقا اسرح ازور الحقول حقي وهي تراب بطي، اضوي وانا يائس. كنا ولا نتلم بضاعة، نتلم بير، ذرة، شاء، بعدها قلت حالتنا، ما عبش، ما عاد بنترع واش. المشروع سمعت انهم اول شيء جو سجلوا قالوا عندي لكم شبكة ري تبتعوا تزرعوها، بعدين ادوا الشبكة، جاء المهندس فهمنا كل شيء الحمد لله، ولا كنا مستغربين كنت اقول كيف اعتمدت الشبكة هذه، طبعا نفعلها. الان الحمد لله بتسرح ازور الحق وهو مخضر. حاجة جيدة أبوي وأنا مرتاح، مرتاح نفسياً. نتمزرع بالزيادة ونحن كسبنا الخبرة، قدرنا نوفر زلط، قلت علينا التكلفة. كنت أسكيها بـ20 ساعة غمر، الآن بتسكيها بساعتين. البنك الدولي ساعدنا بكل حاجة، علمونا في تغيير الجو هذا في أيام المطرة نحن نخرج الماء من الحق، هذا السماد نبطله أيام المطرة. من حرك ابنا هذا التل الحمد لله يعني ما عبش خوف. تم تقديم المزارعين شبكات ري بالتنقيط متكاملة، تربال للحفرة، ماطور، فلاتر، أنابيب نقل مياه، أبو هنجين وأبو هنشونس، وأنابيب ري بالتنقيط، وأزمدات في الموسم كامل. أنا استفدت من المهندس طريقة التسليم، طريقة السق، كيف نشغل الماطور. ودوا الماء في الحفار، ودوا السماد والليات والطلع. سويناها وعالجناها وسبرناها وبنعين من الله خير. الله الحين الحمد لله. عندي التوقعات أزرع ويقول عندي المحصول 100%. منا يا ولدي إني يحصل في الأيام، يديني ربي العافية ويدي الله رزق ليتم هولا. ناوي ذا الحينة إننا أفعل 5 أو 6 مزارع.